مساء الخير، انا عايزه اسمعكم كده. مساء الخير، منورين قوي قوي قوي، واظن الجو حلو. يا رب يكون الجو حلو عندكم، احنا عندنا كده نسمه هوا حلوه، ودي اعتقد بس اكيد بسبب حضوركم الحلو ده. فمبسوطه قوي 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 ان احنا النهارده في مهرجان القلعه، مبسوطه ان احنا في حضوركم. وسمعت كده اشاعه بتقول ان انتوا صوتكم حلو قوي، صح ولا ايه؟ الله، ايوه كده، يعني الاغنيه الجايه هتغنى معايا مش كده؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه الصوت الحلو ده؟ الأغنية الجاية هي من أغنية الخاصة اللي كانت تتر مسلسل علامة استفهام في رمضان 2019، اسمها فوازير، من كلمات الشاعرة دعاء عبد الوهاب وألحاني أنا وسامر جورج.
أسرار في قلبي البير فوازير وخلق كتير وكم أسرار في قلبي البير وحيرة وخوف عيون بتطوف وش الحقيقة بعيد لو ألف ألف احتمال فوازير وخلق كتير وكم أسرار في قلبي البير وحيد طيب الأغنية الجاية من الأغاني اللي أنا بحبها قوي بحس إن أنا إيه يعني حاسة إن أنا بغنيها لكم بتقول إيه بقى فهويد الليل ولا جيتك معارف جيتني ولا جيتك
الأغنية اللي جاية من أغاني التراث التونسي، بتقول إيه بقى؟ بتقول ركزوا معايا بس، ها مهم. كيذيق بيك الدهر يا مزيانة، والدور 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 ما تلقاش غيري أنا. حد فاهم حاجة؟ اللي فاهم يرفع ايده. طيب اشوف. يا سلام. يعني بالمصري كده ايه، هتلف وتدور ومش هتلاقي ايه، ايوه كده مش هتلاقي غيري انا. ايه اخبار صوتكم دلوقتي؟ ايه هتغنوا معايا ولا ايه؟ طايري يا
الأغنية الجاية من أغنية الخاصة اللي لسه هتنزل أغنية بتتكلم عن، عارفين الرسام فان جوخ؟ الرسام ده حكايته حزينة شوية، إن هو طول حياته عايش وحيد جدا، محدش قوي قدر فنه، ما باعش مثلا ولا لوحة من لوحه غير واحدة بس لأخوه. ففي رسائل انتشرت بينه وبين أخوه ده اللي هو كان الشخص الوحيد اللي في حياته اللي كان بيتواصل معاه. الأغنية دي كده مستوحاة تقريبا من قصة فان جوخ، ويعني بحس إنها تتغنى لأي شخص قريب مننا، يمكن ساعات بنشوفه في وحدة أو في ألم أو حزن، واسمها يا نجمة. يا نجمة ساكنة عتمتي، نوري له ألف ليل، استعي جوه السكون، دلي قلبه عالطريق. Yeah.
طيب نغني فيروز ولا ايه؟ حديثي بين جلاسي.
هتغنوا معايا اللي جاية؟ أنا عمالة أسمع ناس عمالة تقول شبابيك شبابيك. اسمع ايه شبابيك الدنيا كلها شبابيك والسهر والحكاية والحواديت كلها دايرة عليك والكلام كان عليك شبابيك والدنيا كلها شبابيك سرقت عمري من أحزاني سرقت لكن مجاني ولا حد شاف شبابيك والدنيا كلها شبابيك شبابيك والدنيا كلها
شبابيك. كيفك انت؟
ما يحبش مرتين، في ناس بتشاور لي اربعه يا جماعه، ايه الحوار؟ في الليل ممكن كان اغنيتي في الليل بتقول ايه بقى؟ اخترت ايه وسط الطريق والمفاق، وجريت لمين وهربت ليه وانفاق؟ اخترت ايه وسط الطريق والمفاق، وجريت على الغيبين ورا كل باب.
Yeah.
الأغنية الجاية أغنية باللبناني اسمها روح خبر، فيها كده غضب بقى إيه ويعني وشكوى كتير بس باللبناني. بتقول إيه؟ بتقول روح خبر عني وقول شي معقول أو روح عطول، يعني بلاش إيه وجع دماغ بقى من الآخر. تمام؟ Thank you.
الأغنية الجاية من أغنية اللي هتنزل قريب جدا. بتكلم إيه بقى عن إيه؟ بتكلم عن الصدف. يعني سبحان الله من بين ملايين الناس تلاقي شخص كده هو ده، تبقاش عارف ليه خالص، بس إيه سبحان الله هو ده. فيعني المفروض إن دي حاجة حلوة. الأغنية الجاية بقى بتتكلم عن كده. الأغنية الجاية هي آخر أغنية. شكرا جدا 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 ليكم، مبسوطة قوي 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 بحضوركم الجميل ده وكل الطاقة الحلوة وصوتكم الجميل. مبسوطة قوي إن أنا في مهرجان محكى القلعة لأول مرة،
شكرا جدا جدا لكل القائمين على المهرجان، شكرا جدا لدار الاوبرا المصريه، وشكرا جدا لوزاره الثقافه، وشكرا مهندس الصوت الجميل مفدي ثابت، وشكرا مهندسين الاضاءه وكل العاملين على ان المساحه دي تفضل موجوده ونعرف نقابلكم كده ونغني وسطكم. يعني دي احلى حاجه في الدنيا. شكرا جدا جدا ليكم. الاغنيه الجايه هتغنوا معايا. ها سامر جورج على البيس جيتار، مروان وحيد على الدرمز، مصطفى سعيد على الكلارينت، وجورج نبيل على الكيبورد. شكرا جدا جدا ليكم.